حرق حمد المرغني نجوم غادر رمضان بعد الحلقة الأولى. غادة عبد الرزاق في المذبح وتشعل النيران في حمد المرغني بأولى حلقات لحم غزال. الحرق حيا أحدث تقاليع الانتقام في مسلسلات رمضان. بعد عرض أول حلقة الناقدة ماجدة خير الله تهاجم لحم غزال. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو لتسعة آلاف لايك. لو بتحب حمد المرغني ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطف مع حمد المرغني. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. غادة عبد الرزاق في المذبح وتشعل النار في حمد المرغني بأولى حلقات لحم غزال. أحداث ساخنة شهدت الحلقة الأولى من مسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبد الرازق التي تم بثها على قناة MBC مصر. تنظر بصراعات بين العديد من الشخصيات في المسلسل. بدأت الحلقة بتوجيه شقيقتين غزالة وشوق، غادة عبد الرازق ومي سليم، للعمل في المذبح لتصطدما برجال المعلم الذي يجسد دور أحمد خليل ونجله شريف سلامة لوقوفهما أمام محلهما، لكن بسبب جمالهما يوافق نجل المعلم على أن تقفا في متر أمام محلهما لتبيع الحلويات والكوارع وسط غيرة البائعات منهما. على جانب آخر نلمح صراعا بين كبير المذبح ومن القادرة وفاء عامر التي تبحث عن ثأر شقيقها وتشكك في أن كبير المذبح هو من فعلها، بينما تتوجه غزال للبحث عن ابنها وهو سبب نزولها للمذبح الذي يكتشف مع نهاية الحلقة. تلتقي بصبي المعلم يجسد دور حمد المرغني فيرفض أعطائه أي معلومات عن مكان نجلها الذي تبحث عنه، فتضطر لتقييده وتهديده بإحراقه بالغاز الذي تنثر حوله فيحاول الهرب منها. وأثناء محاولته للإفلات تندلع النيران فيه. مسلسل لحم غزال من تأليف إياد عبد الحميد الذي تعاون مع الفنان غادة عبد الرازق بعد تعاونها في المسلسل سلطنة المعزة، ويخرج محمد وسام الذي يتعاون لأول مرة مع غادة عبد الرازق التعاون الفني. حرق حمد المرغني نجوم غادر رمضان بعد الحلقة الأولى. شهدت الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان وفاة مجموعة من الفنانين خلال الأحداث ليودعوا تلك الأعمال مبكرا، ومنهم وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحم غزال للفنانة غادة عبد الرازق بحرق الفنان حمد المرغني، حيث قامت بطلة العمل باستدراجه معتقدة بأن له يد في اختفاء ابنها، ثم تطلق عليه بنزين وتدعه يحترق. وبعد انتهاء الحلقة وجه الفنان حمد المرغني الشكر لصناع مسلسل لحم غزال بعد ظهوره ومشاركته في الحلقة الأولى كضيف شرف في الحلقة بشخصية أبو نعم. ويعرض مسلسل لحم غزال في تمام الساعة 8 مساء على قناة MBC مصر. مسلسل لحم غزال من بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة وخالد كمال وأحمد خليل ومي سليمة ووفاء عامر ومحمد عادل وعرف عبد الرسول من تأليف إياد عبد المجيد. غادة عبد الرازق تنجو من السجن عقب حرقها لحمد المرغني. بدأت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل لحم غزال والذي انتهت الحلقة الأولى من المسلسل بشيء من التشويق والإثارة، وبدأت الحلقة الثانية من المسلسل بقدوم جيران غزال وهي غادة عبد الرازق في محاولة منهم لمعرفة ما سبب الحريق الذي تعرض لها منزلها، ولكنها قالت لهم أنه مجرد حريق بسيط وأطفأته، ولكن ظل الشك يملأ قلوبهم. وعلمت شقيقة الفنانة غادة عبد الرازق بحادث حريق الدلار حمد المرغني واقترحت عليها أن تترك المنزل ولن يعلم أحد بما حدث. مسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين أبرزهم رانيا محمود ياسين ووفاء عامر وعمرو عبد الجليل وشريف سلامة ومي سليم ومحمد شاهين وخالد كمال وأشرف عبد الغفور وأحمد خليل ورحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة. فنانة مصرية مشهورة ولعت في حمد المرغني. عرضت قناة MBC مصر الحلقة الأولى من مسلسل لحم غزال من بطولة غادة عبد الرازق، ونستعرض أبرز أحداث الحلقة في نقاط بيعات كرشة تقفيل بيروت ومجاميع لبنانية في حارة مصرية. انتقادات يواجهها مسلسل لحم غزال في أولى حلقاته ذهبت غزال غادة عبد الرازق وشقيقتها شوق مي سليمة إلى السوق للعمل في الجزارة بعد وفاة والدهما للعمل هناك بدل الخدمة في البيوت. استعرضت الحلقة الأولى الصراع بين أحمد خليل ووفاء عامر بسبب ثأر قديم، وعرض خليل عليها دفع فدية شقيقها 3 مليون جنيه، ولكنها وشقيقها عمرو عبد الجليل رفضا ذلك. يتضح خلال الأحداث أن مي سليمة أم لشاب يعمل كمهندس ومتزوجة من رجل يعتمد على أموالها لتربية ابنته من زيجة سابقة. تكشف الأحداث أن غزال مدمنة للمخدرات وأن ابنها مفقود، وجاءت للسوق لتبحث عنه وتواصلت لبداية الخيط
وهو حمد المرغني بايع المخدرات، ولكن أثناء تهديدها له بحرقه بعد رشه عليه الغاز تحرك فأربكها وبالفعل احترق. لحم غزال بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل ومي سليم ووفاء عامر ورحاب الجمل وإيهاب فهمي وأحمد خليل وشريف دوسقية ووليد فواز وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة. وفاة حمد المرغني بعد تعرضه لحريق في مسلسل لحم غزال. شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والذي بدأ عرضه مساء أمس عبر قناة NBC مصر أحداثا مثيرة. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لحم غزال، وتكشف أحداث الحلقة عن شخصية غزال التي تجسدها دورها غادة عبد الرازق، وهي سيدة من بيئة راقية تتخفى في دور سيدة تعمل في مذبح حتى تبحث عن نجلها الذي اختفى أو هرب دون أن يجري تحديد سبب اختفائه. لذا تلجأ للتخفي في شخصية سيدة فقيرة، وتعمل غزال في أسواق بيع اللحوم والكرشة مع كبير معلم السوق، وهي الشخصية التي يلعب دورها الفنان القدير أحمد خليل وابنه الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، وتعمل معها كمساعدة فتاة تدعى شوق والتي تجسد دورها الفنانة مي سليم. وخلال الأحداث تحاول غزال البحث عن ابنها الهارب دون معرفة السبب، وتطلب منه زيارتها في منزلها لتبيع له مخدرات، وبعد أن يذهب للمنزل تضع له حبات من الملون في العصير، ويستيقظ على سؤال غزال له عن مكان وجود ابنها، فيسخر من سؤاله ويخبره أنه لم يخطف بل هرب بسبب كراهيته لها، ويرفض استكمال المعلومات عنه، ليفاجأ بغزال ويتسكب عليه مادة مشتعلة فيحرق جسده ويموت في مشهد صادم. وتنتهي الحلقة. مسلسل لحم غزال ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية في إطار شعبية، والعمل تولى تأليفه إياد عبد المجيد وأخرجه محمد أسامة، ويشارك في بطولات مجموعة من الفنانين منهم شريف سلامة وعمرو عبد الجليل وأحمد خليل، وتظهر الفنانة وفاء عامر كضيفة شرف. خلال الأحداث وعرض المسلسل خلال ماراثون دراما رمضان عبر شاشة NBC مصر في تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 1:30 صباحا والثانية عصرا. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب انتهاء دور الفنان حمد المرغني في مسلسل غادة عبد الرازق؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي. Yeah.